مرحبا بكم في قناتكم أخبار البلاد من حسان إلى تلمسان. خبر عاجل مفاده أن بوتين يقيل السفير الروسي في الجزائر وينقل سفير المغرب إلى العاصمة الجزائر لنتعرف على الأسباب. مرحبا بكم. إذن كشفت عدد من المصادر المطلعة أن السبب الذي دفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تغيير سفيره بالمغرب ونقله للجزائر هو اجتنابه حدوث تفاعلات دبلوماسية سلبية بين موسكو والرباط جراء تصريحات سفير بلاده في الجزائر إيغور بيلياليف، والذي ساند من خلالها الطرح الانفصالي في الصحراء، إذ أصدر مرسوما رئاسيا بإعفائه من منصبه أمس الجمعة. لكن المفاجأة الأكبر كانت هي تعيين سفير روسيا في المغرب فاليريان شوفاييف في مكانه، وهو الذي كان من بين راسمي التقارب المغربي الروسي مؤخرا. وأكدت شبكة روسيا اليوم أن المرسوم الذي يحمل رقم 321 والصادر بتاريخ الجمعة 27 ماي 2022 يقضي بتعيين شوفاييف سفيرا فوق العادة في الجزائر مكان سلفه بيلياليف، وأن المرسوم نشر في المنصة الرسمية للمعلومات القانونية، ما يعني أنه دخل فعليا حيز التنفيذ. وتأتي هذه الخطوة بعد يومين من تصريحات السفير المنتهية مهامة بخصوص دعاء استفتاء تقرير المصير في الصحراء. وكانت وسائل إعلام روسية وجزائرية قد نقلت عن بيلياليف دفاعه عن حق الشعبين الفلسطيني والصحراوي في تقرير مصيرهما، موردا أن مواقف الجزائر وموسكو متطابقة إزاء عدة قضايا دولية على غرار القضية الفلسطينية وقضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، وهو الأمر الذي لم يرد بشأنه أي رد فعل رسمي من وزارة الخارجية المغربية. وكان الموقف الرسمي لروسيا هو الدفاع عن طرح تقرير المصير في الصحراء، وكانت تصوت بالامتناع عن قرارات مجلس الأمن الخاصة بالمنطقة، والتي تتضمن الإشارة إلى مشروع الحكم الذاتي المغربي ودور الجزائر في الملف. لكن صوتها خفت بشكل واضح خلال الشهور الماضية في ظل التقارب مع المغرب خلال الحرب التي تخوضها في أوكرانيا.